إذن فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات المسجلة حديثا ببلادنا فهو كالتالي: سجلت جهة مراكش أسفي 266 حالة جديدة، 253 حالة بأسفي بوسط مهني، وتسع حالات بمراكش، وأربع حالات بقلعة السراغنة. فيما سجلت جهة فاس مكنس 93 حالة جديدة، 92 بفاس، وحالة واحدة بمولا يعقوب. سجلت بجهة الدار البيضاء ستات خلال 24 ساعة الأخيرة 59 حالة إضافية، 45 بالدار البيضاء، 10 بمديونة، وأربع حالات بالمحمدية. فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 55 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا المستجد، 36 منها بطنجة، 14 بتطوان، وأربع حالات بالعرائش، ثم حالة واحدة بوزان. فيما يخص جهة العيون السقية الحمراء سجلت 34 حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية كلها بالعيون، فيما سجلت 9 حالات جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، 7 منها بالقنيطرة وحالتان بسيدي قاسم. وسجلت جهة بني ملال الخنفرة 7 حالات، 6 منها بالفقيه بن صالح وحالة واحدة ببني ملال. وسجلت الجهة الشرقية 7 حالات جديدة، 6 منها بوجدة وحالة واحدة بجرادة، فيما سجلت جهة قلميم ودنون 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد جديدة، 2 منها بطنطان وحالة واحدة بسيدي إفني. كما سجلت جهة الدخلة والذهب حالة واحدة بالدخلة، ولم تسجل جهتي درعة فيلالت وجهة سوس مسا أي حالة خلال 24 ساعة المنصرمة.